الله يا شيرين. السلام عليكم يا وعليكم السلام يا فندم. يا جميل. نعم. كنت عايزه اقول لحضرتك، انا والدي توفى من شويه كده، من يعني اقل من شهر، وبعدين عايزه اعمل صدقه جاريه. فطبعا قعدت ادور على احسن حل ان احنا نعمل صدقه جاريه، فلقيت انه بدور على الانترنت، لقيت انه هو طبعا يقطع ثلاث حاجات اللي هو حضرتك عارفها، طبعا والد صالح يدعو له والكلام ده كله. ايه؟ لا قبل كلمة الكلام ده كله ما سمعتش، لازم اسمع كل حرف. ولد صالح يدعو له، ماله بقى ده؟ لا، والصدقة الجارية ايه يعني، انتوا عندكم مشكلة يعني ولد صالح يدعو له ولا نعمل له صدقة؟ لا انا ما عنديش مشكلة، الحمد لله يا رب العالمين. بس طب انا امال ايه؟ بتكلم على الصدقة الجارية، هل الصدقة الجارية لازم تنفع من الايه؟ الصدقة الجارية لازم تنفع من فلوسه، ولا مش سامع. ممكن لا انا انا اعملها له كبنت؟ مش سامع والله، والله ما سامع. الصدقة الجارية هل تنفع من فلوسه، ولا انا انفع اعملها له من فلوس كبنته؟ الجيران كمان لو كانوا بيحبوه وعايزين يعملوا له. طب ربنا يكرمك، لان انا قريت حاجة لا تانية لا ما تقريش الانترنت، اي انا ما حاجة. اعرفش لا هما يا بيجيبوا لا الكلام ده لا منين لا لا اساسا. خالص خالص خالص. هو الفرق بين الصدقة الجارية والصدقة العادية ان في واحدة لقمة وبتنتهي، وواحدة بتمتد شوية، ما فيش حاجة بتمتد ليوم القيامة الا الصدقة الجارية اللي جار عليها الزمن، يعني التتار. بس عملنا لابونا جامع والتتار هدوه، عملنا مصحف والعياذ بالله وجي واحد حرقه، عملنا كتاب علم والناس نسفوه وضيعوه. في هذه الحاله يبقى الاجر عند الله والمجرم يتحمل جزاؤه، لكن ربنا قالها كده، لهم اجر غير ممنون. غير ممنون دي قالها للنبي وقالها للمؤمنين، وان لك لاجرا غير ممنون لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وقال للمؤمنين والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، يعني غير مقطوع ليوم القيامه، ليوم القيامه او ليوم وفاتهم، ويبقى عند الله المضاعفه كالحديث، يتصدق احدكم بشق تمره ينميها الله له كما ينمي احدكم فرس الصغير يعني فلوة حتى تأتي يوم القيامة وقد صارت مثل جبل أحد. فالله بيضاعف، بيضاعف البني آدم في الترب لما يقوم وتنصب الموازين، لأنه قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يوم القيامة لما الناس تقوم من الترب، في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى يدي اللي تصدق بجنيه، ما اقدرش اقول مليار لأن ربنا أوسع من المليارات، يلاقي جبال، حاجة غير متصورة. وده يخلي البني آدم يحب ربنا ويقبل على ربنا ويزداد في عمل الصالح.